نروح بس يلا لزميلنا يلا الشيف يلا شعبان ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ. تحياتي ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بعد فوز اليوم النادي الاهلي على فريق انبي بثلاث اهداف مقابل لا شيء، الاهلي مع موسيماني شكل تاني ما شاء الله ما شاء الله، نمسك الخشب مع مدير كرة يعني نجم مصر والنادي الاهلي الاهلي مع موسيماني شكل تاني ما شاء الله، نمسك الخشب حاجه ما شاء الله. كوره الاهلي بيلعب كوره من زمان، بقالنا فتره كنا بنكسب بس جميل الاهلي عاوز الاداء، النهارده في الحمد لله مكسب وفي اداء كمان الحمد لله. طبعا يمكن نتيجه مهمه برضو في اطار استعدادنا وتحضيرنا لمباراه الوداد، يعني الاداء يمكن الشوط الاولاني كان اكثر من ممتاز ورائع كمان، يعني الشوط الثاني طبعا يعني على فترات، لكن انت برضو بتلعب كورتك وبتبني هجمتك وبتفنش هجمتك وتحركات في كل مكان في الملعب، يعني الحمد لله طبعا على كل شيء. يعني يبقى بس ان احنا كمان مباراه بيراميدز ان شاء الله الرحمن، وبعد كده هنسافر على المغرب باذن الله. اصابات كتير قوي وضغط المباريات وكل 3 4 ايام ماتش، يمكن كل 3 ايام ويومين كمان بقى ماتش. ايمن اشرف النهارده بيخرج مصاب، الاول طمنا عليه. لا ايمن احنا اي حد بمجرد بس ما بيحس بحاجه، يعني يا دوبك بس ما بيشعر بحاجه خلاص بنغير على طول، يعني ايمن اول ما قال لي ان السمانه بدات يا دوبك تتقل على طول كده، فالراجل راح مطلعه على طول. عارف المكان ده اساسا يعني برضو احنا عندنا فيه غيابات كتير، يعني حتى مروان في الشوط الثاني اول ما بدات احس باجهاد شويه بيتم تغييره على طول. اي حد في الفتره اللي جايه او الفتره اللي هي تسبق مباراه الوداد بالتاكيد عايزين انه نسافر الوداد، وده الاهم في المرحله ديت ان احنا كاملين العدد ويبقى ما حدش عندنا نقص، يعني بكفايه اللي غايبين. يعني جمهور النادي الاهلي الصبح او من امبارح بالليل متاخر الدنيا مقلوبه، محمد محمود وغضروف لا 6 شهور 8 شهور 3 شهور، فين الحقيقه؟ محمد محمود عمل رباط صليبي مرتين ورا بعض ورجع بيقولوا فيه غضروف، فعلا الكلام ده صح ولا غلط؟ محمد محمود يمكن جاله رباط صليبي في مباراه سموحه من حوالي فتره طويله من السنه اللي فاتت، يعني وبعد كده حظه في بعد ما رجع جاله رباط صليبي في الرجل الثانيه مش في نفس الرجل، يعني كان من حوالي شهر كده كان بدا يشتكي في بعض الالام في الحركه في الترنات اللي بيعملها في داخل الملعب، يعني من خلال تواجده كان بينزل على فترات التسخين مع المجموعه ومع الفريق، وبعد كده بدا يقول انا يعني بحس بحاجه في الحركه مش الامر الطبيعي بالنسبه لنا، فسفرنا للدكتور اللي عمل له عمليه في المانيا قال ان مفيش مشكله وان هو هياخد حوالي 3 اسابيع او اقل من كده بشويه ويكون راجع تاني، هو عايز يعني يقوي العضلات اللي حوالين الركبه، ده كان رايه يعني الراجل اللي عمل له العمليه هناك يعني. لكن لما رجع هنا تاني بدا حتى بعد الثلاث اسابيع يقول لي دكتور خالد ان هو برضه بيحس بنفس الالام. عرضنا طبعا على دكتور احمد عبد العزيز رئيس اللجنه الطبيه عندنا في النادي، فالراجل اوصل ان هو يعمل له عمليه وبالفعل عملها امبارح عمليه في الغضروف، يعني محمد لسه صغير والمستقبل لسه قدامه، يعني ان شاء الله الرحمن يرجع بشكل كويس. هو شخصيه يعني انا طبعا من اكتر الناس اللي متضايقه، مش عايز اقول حزينه لان ده بيحصل في الكوره يعني، لكن متضايقه لغياب واحد من العناصر المبشره جدا في المستوى الفكري والمستوى المهاري يعني، لكن ان شاء الله الرحمن العمر لسه قدامه كبير وطويل، ان شاء الله الرحمن يرجع بشكل كويس. المهم يعني يغيب شهر يغيب اثنين يغيب ثلاثه، المهم لما يرجع ما يكونش فيه اي الم، يعني ده المهم بالنسبه لنا وده اللي احنا قلناه يعني. طيب يعني لسه مده الغياب مش هتبان دلوقتي؟ لا مش عايز احدد هي ايه بالظبط، يعني انا عايزه يبقى سليم 100%، يعني لعيب مستقبل عنده مستقبل كويس. طبعا يعني مع احترام لكل الاراء، يعني طبعا ما حدش بيفتكر انت غبت قد ايه، اول ما بتنزل بيفتكر ادائك يعني في الملعب، يعني انت بتلعب بشكل كويس، جريتك كويسه، ما فيش اي حاجه، حركتك كويسه، ادائك كويس، ما حدش هيقول ده غايب بقاله 6 7 شهور. بعد المباراه الثانيه والثالثه خلاص انت بقيت لعيب موجود في الفرقه، يعني ده اللي انا عايز اقوله ووصلته لمحمد حتى في خلال القعده، يعني ان شاء الله الرحمن هو لسه عنده 21 سنه فالعمر قدامه، يا رب يرجع بشكل كويس جدا، لكن ايا كان الوضع مش هيرجع غير وهو سليم 100%. يعني مباراه بيراميدز يوم الاحد مفيش اجازات ولا بكره في تمرين على طول ولا هندي اجازه يوم؟ عندنا اجازه الجمعه هنتمرن بكره طبعا، جالنا يعني مش جواب، جالنا عده نقاط وبنود لازم نلتزم بيها من الاتحاد الافريقي، لازم ملف كامل لكل لعيب يعني مسافر المغرب، ملف كامل مش خاص بس بالبي سي ار اللي هيعملها او التحليل اللي هيعملها، لا كمان فيها رسم قلب وحاجات خاصة بالتحاليل الطبية، يعني درسناها امبارح انا ودكتور خالد محمود، وبكرة ان شاء الله الرحمن هيبقى عندنا تمرينة صغيرة واستشفى بالتأكيد، وبعدين عندنا مسحة هتبقى خاصة
وخاصه كمان بالسفر طبعا، يعني لازم تعمل مسحتين قبل السفر في خلال العشر ايام دول، مسحه دلوقتي في خلال العشر قبل المباراه بعشر ايام او حوالين العشر ايام، ومسحه ثانيه قبل السفر ب 48 ساعه، وهناك كمان هتعمل مسحتين، مسحه طبعا مسحه خاصه بوزاره الصحه المغربيه ومسحه خاصه بالاتحاد الافريقي. هي يعني طبعا اجراءات ممكن تكون مكثفه شويه لكن بتهدف للسلامه يعني، فعايزين بكره ان شاء الله الرحمن نعمل ده ونعمل الحاجات الخاصه بالملف الطبي، وكل واحد هيبقى له الملف الطبي اللي هيسافر بيه واللي هيبقى ممضي ومختوم ويتم ارساله كمان في مده محدده قبل ما نسافر كمان. طبعا سافروا الاثنين بالليل ولا 3 الصبح؟ لا نسافر الثلاث ان شاء الله الرحمن الساعه 3 الظهر باذن الله. يوم كابتن ولا احنا يعني بنامل ان احنا يبقى في المجال الجوي في المغرب لسه برضه انت لسه لحد دلوقتي ما تعرفش، مش مفتوح يعني طبعا، فبندور على حاجه بيقولوا هيحددوها بعد يوم 10 يعني، لو اتفتح ان شاء الله الرحمن يبقى هسافر انا وكابتن سمير قبل البعث باذن الله. عرفت المسافرين حد للتعقيم للاجراءات الاحترازيه والتطهير الكلام ده مظبوط؟ مسافرين طبعا، يعني هي تفاصيل صغيره بالتاكيد لكن مهمه جدا، مهمه جدا جدا في ظل اللي انت بتشوفه دلوقتي او اللي انت بتسمعه هناك، كمان الاعداد اكتر من هنا بكتير الحمد لله، طبعا هنا الاعداد محصوره وكويسه الحمد لله رب العالمين، طبعا واخدين الشيف بتاعنا واخدين يعني كل حاجه بالنسبه لنا حتى لو تفصيله صغيره، يعني حجزنا الاوتيل بتاعنا وبنفاضل دلوقتي ما بين عده ملاعب على تواصل مع سياده السفير اشرف ابراهيم وعلى طول بنتكلم يعني، وان شاء الله الرحمن نكون على باذن الله موعد الوصول للنهائي ان شاء الله الرحمن من خلال الوداد باذن الله. النهارده ومع موسيماني الاهلي شكل تاني. الحمد لله رب العالمين، الراجل الحقيقه من اول يوم جه عدد شغله اجتماعات كتير وبعدين بيلعب كوره كمان يعني وامبارح التمرين شايفه عايز اقول له يعني لا التفاصيل الصغيره والاجتماعات وتحضيرات والجلسات حتى اللي ما بين الثنائيات سواء كان في للعيبه او للاجهزه، كل واحد له الدور بتاعه وكل واحد له الحته بتاعته، ان شاء الله الرحمن نكون موفقين باذن الله. هو الراجل من قبل ما يجي يعني تاريخه بيتكلم عن نفسه وأداؤه بيتكلم بالنيابه عنه، يعني انا دايما اقول كده يعني ارقامك نتائجك يعني مش شرط تقول انا عملت وعملت وعملت وعملت، الناس شايفه ما فيش حد يعني ما بيعرفش يقيم دلوقتي او يحدد او يدي درجاته للانسان، يعني كل واحد من خلال ادائه ونتائجه وارقامه طبعا بيتحط له تصنيفه يعني. شكرا يا فندم. كابتن ايمن ده كان لقاءنا مع مدير الكره طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي اكد على نقاط مهمه وهي سفر فرد من النادي الاهلي للاجراءات الاحترازيه في المغرب، باذن الله رب تكون سفرت خير للنادي الاهلي ويفوز على الوداد باذن الله وهتاهل باذن طبعا في مجموعه المباراتين باذن الله الى نهائي افريقيا. ده كان لقاءنا طبعا مع مدير الكره بعد فوز الاهلي النهارده على فريق انبي بثلاث اهداف مقابل لا شيء، وزي ما الجماهير او بعض يعني اللي كان حاضر النهارده قال لك مع موسيماني الاهلي شكل تاني. مليون مبروك لحضرتك ولضيوفك ولكل مشاهدي النادي الاهلي، عودة لك من جديد. شكرا جزيلا للزميل